players when they come inside performing. So I will say that I was happy when, not happy, probably proud, when unfortunately in the last game I was not in the pitch and I saw my boys running and playing without me. I mean, I was really so proud. Of course, I was not happy because I would like to play that that final. But it's so good, so nice for one coach when we know that no matter what happened, the team go up, go inside, and they don't even need the coach to be there. That's when really a good team it is performing, and a good team it is a great and respectable team. المدرب طبعا بيقول ان اول حاجه القرار من اجل حضور المؤتمر ده بيقول حاجه يبقى قرار مجمع. نعلم جميعا ان احنا هنا اسره واحده، وعمرو السوليه يعتبر لاعب وكابتن للفريق، هو جاي عشان يوصل رساله للجميع. الرساله دي معناها ان احنا بنفكر جميعا بصوت واحد كاسره واحده، نعمل من اجل عمل واحد. كذلك اللاعبين كلهم بيفكروا بنفس الشيء، ان احنا كلنا واحد فريق. بالنسبه برضو للسؤال عن اللاعب مصطفى محمد، المدرب بيقول مصطفى يعتبر جزء من الاسره، جزء مهم. بعد نهايه اي مباراه مش بيبقى مهم مين اللي سجل او مين اللي قدر ان هو يطلع كورنر او مين اللي هو قدر ان هو مثلا ينزل على الارض يمنع هجمه خطيره او حاجه زي كده. المهم ان احنا بنروح كلنا داخل الغرفه نكون سعداء في النتيجه. فكرة الفريق هي اللي بتصنع بطل، ولكن المهم جدا ليس فقط اللاعب اللي بيسجل، المهم الأداء الجماعي. والمدرب حتى بيأكد على النقطة دي، بيقول إن الفريق وقت ما بيسجل بيبقى سجل الفريق كله مع بعض. ويمكن هو المدرب برضه من البداية كان بيأكد على هذه النقطة، إن هي الفريق هم 11 لاعب، 11 لاعب يعملوا جميعا داخل الملعب، بيجروا بقلب واحد، كلهم بيتعاملوا بعقليه واحده، كلهم بيحاولوا ان هم يأدوا اللي عندهم من اجل اسعاد الجمهور. كان واضح جدا في امم افريقيا ان هي ظهرت الروح على اللاعبين واداء اللاعبين. المدرب برضه بيقول لك انا في امم افريقيا كنت سعيد جدا من اجل ان برضه ان اللاعبين اللي كانت بتنزل من على الدكه تخش المباراه كانوا بتأدي باداء جيد جدا، اللاعبين اللي حتى ما بيشاركوش في المباراه كانت روحهم قويه جدا مع الفريق. لسوء الحظ ان في اخر مباراه المدرب بيقول انا ما كنتش حاضر على الدكه، ولكن كان فخور انه يرى فريق منتخب مصر بيجري وبيأدي داخل المباراه من غير ما المدرب يكلمه من على الخط. طبعا ما كانش سعيد ان هو ما كانش على الدكه، كان يتمنى ان هو يكون على الدكه، ولكن في الاخر المدرب بيقول ان اختار فريق هو يعمل ويجري بدون يعني توجيهات المدرب داخل ارض الملعب، ده معناه ان فريق عظيم.